أنتم مساء وأهلا وسهلا بكم. أهلا بك. إذن أستاذ لقمان، دائما وبشكل يومي الاحتلال التركي يواصل قصفه على عدة مناطق بإقليم شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى انتهاكات فصائله الإرهابية. ما هي أبعاد كل هذه الانتهاكات التي تقوم أو يقوم بها الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية؟ طبعا بات من الواضح والجلي هذه الانتهاكات ليست وليدة اليوم، وإنما هذه الانتهاكات باتت متكررة منذ أخذت شعوب الشمال وشرق سوريا على عاتقها بنجاح مشروع ديمقراطي في الشمال وشرق سوريا كنموذج يحتذى به في للخلاص من الأزمة السورية والمشاكل التي تعصف بهذه البلاد. لذلك تركيا تدخلت وبشكل قوي وبتحالف مع أعتى الفصائل الإرهابية في المنطقة، منها تنظيم الدولة الإسلامية و عدة منظمات إرهابية، لكي تتدخل في هذا الشأن وتتدخل في هذه المناطق وتحاول كسر وضرب هذه التجربة الفريدة من نوعها في شمال سوريا، في شمال وشرق سوريا. لذلك تحاول جاهدة هذه الدولة المحتلة والفصائل التي تحالفت معها ضرب البنية الاجتماعية وتفكيكها ومحاولة ابعاد الناس عن أراضيهم، وتحاول أيضا خوف وإرهاب هذه الشعوب الآمنة التي تسكن على أراضيها التاريخية بجميع مكوناتها وفصائلها، التي تحاول اليوم نجاح هذا المشروع وهذه التجربة داخل شمال وشرق سوريا. لذلك رأيتم ونرى هذه الجرائم تتكرر يوميا، وللأسف بصمت دولي وبصمت الدول الضامنة في المنطقة كأمريكا وروسيا وبعض الدول الإقليمية. نعم أستاذ لقمان، محللون يرون أن ما يقوم به النظام التركي يعكس فشله بشكل عام، فهو يقوم بلفت انتباه العالم من خلال القصف المستمر وأيضا من خلال ما تقوم به فصائله الإرهابية من انتهاكات. كيف ترى ذلك أستاذ لقمان؟ نعم، كلنا نعرف وندرك أن ما يدور ويجول في الداخل التركي من أزمة سياسية ومن أزمة اقتصادية داخلها، هي تحاول جاهدة عن طريق هذه الفصائل المتحالفة مع الفصائل الإرهابية التي جاءت من كل أقطاب العالم واحتوتها تركيا، وتحاول عن طريق هذه الفصائل الإرهابية وعن احتلالها لمدن شمال وشرق سوريا تصدير أزماتها الداخلية إلى خارج أراضيها وخارج بلادها، محاولة بذلك إيهام الرأي العام العالمي، ومحاولة بذلك إيهام المنظمات الحقوقية والإنسانية العالمية، ومحاولة أيضا لتخفي ما يدور بداخلها من أزمات تعصف بها، وخاصة الأزمة السياسية الأخيرة والأزمة الاقتصادية، الوضع المتهالك نتيجة تدخلها في الشأن الداخلي لدول الجوار، وتدخلها السافر واحتلالها لبعض مناطق شمال وشرق سوريا. طبعا هذا بات واضحا وجليا ليس اليوم، منذ 10 سنوات او اكثر هي تحاول تصدير ازماتها خارج تركيا. لذلك نرى تحالفها مع عده منظمات ومع عده جهات غير قانونيه لكي تدر الرماد في عينها، او تحاول جاهدة اخفاء ما يدور بداخلها. نعم، الأستاذ لقمان عيسى الناشط السياسي، كنت معنا من شمال شرق سوريا، لك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات وعلى مداخلتك معنا.